السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدي نشرح المحاضرة الثالثة والرابعة. طبعا بالميتينج أنا شرحتها، بس كان الشرح تقليل يعني مختصر. اليوم لا، راح نشرحها بشكل يعني مفصل أكثر. بالبداية طبعا راح أشوفكم فيديو احنا هم شفناه بالميتينج. هذا الفيديو راح يوضح لنا بعض البروتوكولات الموجودة، بس هنا طبعا البروتوكولات يمكن اكثر اللي نعطيها انواعها، او خلينا نقول النسخ الاحدث مذكوره. طبعا احنا درحش هنا على الوايرلس سكيورتي اللي هو حمايه الشبكات اللاسلكيه، طبعا وهي الشبكات هذه اللي كلها دا نستخدمها حاليا. هنا دا يحشون على الواي فاي سكيورتي، تمام. بس خلينا نشوف وانا اوضح لكم طبعا بصوره مبسطه الفيديو، تمام. احنا هنا دا يحشي انه كل الاجهزة مالتنا اللي دا تتصل بالشبكة من راح يجي لازم يختار اسم الشبكة، وبعدين هاي يسموها السيتنج او الكونفيجريشن، تمام. هنا دا يحكي على انه من نجي دا نفتح الشبكة، نبحث عن الشبكة الموجودة مالتنا، الشبكات الموجودة. ممكن انه اكو شبكات مفتوحة، يعني شنو يعني ما بيها باسورد، مجرد مباشرة ندخل لها. طبعا هاي تصير قليلة، احنا اغلبنا هسه دا نقفل شبكات باسورد للحماية. الغرض ما عندها انه احنا طبعا نقلل المستخدمين، لان اذا بقت مفتوحة اي واحد يجي يدخل لها فراح يصير ثقل عليها، وبالتالي انه راح يصير احنا نعرف كل ما يزيد عدد المستخدمين كل ما دا يزيد استهلاك الباند وتتقسم على اكبر عدد من اليوزرز. وطبعا هذا احنا ذكرناه سابقا، شلون احنا من قلنا اكو شارع بي مزدحم جدا، يعني هواية بيعدد هواية من السيارات، فراح شلون كأنما انه هو ماكو مجال بعد بي، فيصير المشي بي كلش بطيء. بينما إذا العدد قليل لا، هو مفتوح الشارع ويكون عادي إنه سالك مفتوح، ممكن نمشي بسرعة. إذا عدد اليوزر هواية وعدد المستخدمين فأكيد راح يصير تتقسم الباندوث على عدد أكبر، بينما إذا المستخدمين أقل فالباندوث تتقسم على فقط الموجودين عدد أقل. لذلك إحنا نقفل الشبكات مالتنا، تمام. فشلون هسه مثلا اني اذا اشوفكم منا، طبعا خلي يفتح هاي الشبكات الموجودة هنا طبعا، زين. فاحنا اكيد هو هنا يعرف الشبكة مالتنا، زين. احنا عندنا عدة بروتوكولات لحماية الواي فاي الشبكة مالتنا المحلية، راح نذكر من عندها. طبعا هسه راح يبدي ياخذ البعض من عندها، هذا اول واحد، اول بروتوكول اللي هو WOP، هو Wired Equivalent Privacy، تمام. المختصر مال اذا هذا هو مختصر. هذا طبعا طوره بال99، هو يعتبر من الاول البروتوكولات اللي للسكيورتي، تمام، للشبكات اللاسلكية.
يستخدم الكي، لأن إحنا قلنا البروتوكولات تستخدم طرق تشفير، وأكيد طرق التشفير ده تستخدمها تستخدم مفاتيح. وما بالمناسبة كل البروتوكولات اللي هسه حاليا ما تستخدم طرق تشفير بسيطة، كلها لا الحديثة واللي بيها كي، وأكيد الكي مو بهالبساطة ولا السهولة. تمام، هناية مو كلش أمينة، لأن هناية يعني ما مستخدمة خلينا نقول طرق تشفير قوية، لذلك كان يعني أصبح من السهولة أنه تنكسر أو تتهكر. تمام، لذلك حاليا هاي الطريقة قليل استخدامها. هذا أدى أنه تستبدل ال WEP بال WPA، إذا ذيك عشان في البداية، بعدين هذا استبدلت لأن ذيك من السهل كسرها. تمام، هاي يسموها واي فاي بروتكتد اكسس، اللي هو مبين واضح من اسمه الوصول الى او حماية الشبكات الواي فاي اللي هي الوايرلس لان. تمام، إذا هذه الـ WPA هي يعني من استحدثت أو طورت لحل مشاكل، أنه ذيك الأولى اللي هي WEP انكسرت فأضعف، كانت ضعيفة فانكسرت بسهولة، لذلك طورت هذه الطريقة. طبعا هذا تستخدم طريقة تشفير أقوى، تستخدم طريقة TKIP اللي هي Temporally Key Integrity Protocol. هذا ما مذكورة بالمحاضرات، بس قصدي انه اللي تستخدم طرق احدث، بس مع ذلك حتى هذه اصبحت انه طوروها افضل، لان الطريقة اللي استخدمتها خلينا نقول ما فادت ايضا، لذلك استحدثت نفسها نسخة احدث من عندها اللي هي WPA2 اللي هي النسخة الثانية من عندها. تمام، بها بعض المناطق بها الضعف يعني. إذا هذا تطورت حتى توفر طرق تشفير أو حماية أفضل من الـ WPA الأولى. تمام، إذا بسبب التحديدات بالطريقة الأولى طريقة التشفير مالتها، إذا هاي أقوى وتستخدم غير طرق تشفير. تمام، هذه تستخدم طريقة الـ AES اللي أنتم ماخذيها سابقا، طبعا هاي تعتبر طريقة تشفير حديثة وشوية قوية. بنفس الوقت ترى هي هاي نفسها أيضا ما قامت تستخدم نفسها مباشرة، لا قامت تستخدم طرق مشتقة من عندها أو مطورة من عندها. تمام، إحنا نقول هذه إذا تستخدم سيمتريك انكربشن، أنتم أخذتيه سابقا السيمتريك أنه ده يستخدم مفاتيح للتشفير فك التشفير، بينما ذاك كان يستخدم طريقة قديمة للمفاتيح. إذا هذه الطريقة كلش آمنة، فلذلك هذه يعني قامت تستخدم حتى من الحكومة الأمريكية.
هذا هنا طبعا بالإعدادات، هاي الطريقة القديمة مال إعدادات مال راوترات. هذا طبعا قسم بالبيوت الأشخاص نفسهم إذا يعرفون قاموا نفسهم يسووها، بينما اللي قسم لا، إذا ما عنده معرفة ما عنده فت خبرة بها، لا ممكن إنه هو نفسه هو اللي يسحب من عنده يجي يسوي له إعدادات مال راوتر. طبعا هنا بعض اختيارات مال الطرق القديمة، طبعا حتى القديمة موجودة ومعناها مو موجودة، بس هي هسه الأغلبية اللي تستخدم ال WPA تمام ونسخها. ما الراوترات الحديثة باع وياي هذا الأحدث، طبعا هو ماخذ هنا أنواع من الراوترات تمام، باع هنا، هي هنا طبعا النسخة القديمة موجودة قلنا WPA، بينما هنا لا ما موجودة، كلها موجودة ال WPA ومشتقاتها، يعني خطيق العفو قصدي أنواعها تمام. اذا القديم احنا قلنا ده يذكر كلها بضمن ال WOP، بينما هذا اصلا ما يستخدمها. ليش؟ لان هذه قديمة ضعيفة وما تستخدم، فبعد على شنو خاليها؟ فمباشرة الحديثة بها فقط هذه الطرق تمام. انا شوف ده يحكي على نوعها انه القديم والجديد WPA، وايضا هنا WPA بها انواع، هنا مثلا يستخدم التشفير للتشفير AES، هنا يستخدم الطريقة القديمة TKIP. ليش؟ لان اكو بعض الطرق للأجهزة القديمة قصده تمام. إذن القديمة تكون غير ملائمة أو غير مناسبة لهذه الطريقة، لذلك خلوا حتى أنه طرق الـ WPA الأولى الأصلية. هذا يحكي هنا طبعا على الطرق، انه ليش خلوها على مود انه في حالة انه الطرق كلها العفو الاجهزة احتمال بها جهاز قديم ما يدعم هذه، لذلك خلوا احتياط انه الطريقة القديمة، اما اذا لا كلها حديثة فهي مباشرة كلها لازم تستخدم ال WPA2 اللي هي طبعا تستخدم طريقة التشفير AES تمام. هسه النسخة الجديدة طبعا هاي ما مذكورة بالمحاضرات انه WPA3 هسه بلت 2018 ظهرت هاي طبعا الصفحة. طبعا هي ضافت فد خواص خصائص حديثة للواي فاي حتى
توفر انه او enable انه تنطي فد تمكن فد طرق للتخويل القوية. طبعا طبعا وتوفر لنا حماية أفضل أفضل زي الحماية للباسورد في حالة أنه إحنا بدنا نحميها بالباسورد. زين، فأيضا توفر حماية قوية للباسورد أنه مو بسهولة يقدرون يحذروها ويعرفوها. اذا هي يعني مو كل الطرق ترى، يعني مو كل الاجهزه بها، يعني ترى هي جديده بال2018. طبعا هسه احنا هاي ما مذكوره، بس هو هنا قصده انه اكو طرق اخرى احدث اللي هي بعد WPS. تمام، فاني اكتفي بهذا القدر. تمام، لان احنا هذا ما مداخليه انا بالمحاضره، انا شرحت لكم فقط الرئيسيات. زين، احنا عندنا بنفس المحاضره بروتوكول اخر اللي هو لحمايه الباكتس، اللي هي شنو يعني الباكت اذا تذكروها؟ عباره عن البيانات، الرساله من تجي تتقسم الى اجزاء، كل جزء دا يتسمى بالليارات مالتنا اذا تذكروها، كل ليار دا يطفى التسمية شكل. بما انه دائما احنا بالحاشين على النتورك لاير، فالباكت يعني قصدي الجزء مالتنا راح يسمى باكت، هي حزمة من البيانات دا تنتقل هذه الباكتس بين الاجهزة. لذلك لازم نوفر حماية اثناء مرور البيانات، وخاصة ما تكون انه مو بس فقط شبكاتنا المحلية القريبة، لا احنا دا نروح على شبكات بعيدة ودا نتعامل ويا شبكات معقدة وكبيرة، خاصة بدخولنا الانترنت. اذا هذا البروتوكول هو بروتوكول خاص لحماية البيانات اثناء مرورها بالشبكة. تمام، هنا طبعا دا يحشي انه راح يعرض مجموعة من الشغلات، انه شنو هذا البروتوكول وشلون دا يشتغل والسياسات او هاي مالته. هنا طبعا دا يحشي على هذا من انه شلون انه اني احمي البيانات او الباكتس المتنقلة بين السبنت او صحيح النتورك مالتي، سواء كانت محلية او بما انه احنا نتعامل ويا شبكات، خاصة عند قلنا احنا ندخل الى شبكة الانترنت، فقط الشبكات المتجاورة او البسيطة. تمام، هنا طبعا هو ده يحكي على انه حماية او حركة البيانات المتنقلة بالتي سي بي اي بي نتورك. ليش؟ احنا قلنا احنا دا نشتغل اذا دا ندخل بالانترنت عند شبكة الانترنت، هو دا يستخدم هذا الموديل. تمام، طبعا هذا وهذا وين؟ هذا البروتوكول احنا ذكرنا سابقا، هذا البروتوكول وين؟ بالنتورك لاير. اذا هو عبارة عن بروتوكول راح يسمح لنا ب تشفير، راح يشفر البيانات بين او الاتصالات او البيانات صحيح متنقلة بين جهازين، سواء كان كمبيوترين او جهازين، عن طريق شبكة غير آمنة يعني اللي دا يستخدمون او دا يتبادلون البيانات بشبكة غير آمنة. عند هدفين او شنو؟ حماية الباكتس المتنقلة، باكت احنا قلنا هو اجزاء البيانات مالتنا، وايضا
يوفر فد دفاع ضد الهجمات، إذن هو ده يحمي أجزاء البيانات مالتنا، تمام؟ وأيضا هو ده يسوي لنا فد دفاع ضد الهجمات. إحنا هنا ليش يقول اي بي يعني هو باكت؟ احنا كنا من دا ندخل الى شبكة الانترنت كنا راح تصير عندنا عناوين، تمام؟ وهذه العناوين هي كل جهاز عنده عنوان، وتكون الانتقال وتوجيه البيانات على اساس العناوين الموجودة. إذن إحنا هنا كنا عند الشبكات ده نتبادل البيانات الباكيت، فإذا كانت هذه الشبكة غير آمنة راح يجي فد جهاز أو شخص غير مخول، ممكن إنه يهكر أو يسرق البيانات مالتنا بطريقة معينة. إحنا عندنا طرق أخذنا من عندها، ممكن إنه هو يكون يزور البيانات، ممكن إنه هو يسرق البيانات، ممكن يسوي نفسه هو شخص على أساس هو، هاي طبعا بالمحاضرة الأولى مذكورة، ممكن هو يسوي نفسه شخص أو يعني مخول، يعني شلون واحد ينتحل شخصية، فيدخل بأي طريقة. هنا وظيفته راح يجي خاصة في حالة إنه إذا دخلنا شبكة الإنترنت وأكو يوزر بعيد أنا دا أتعامل وياه، فهاي كلش خطرة إنه إذا كان بهاي المنطقة مناطق أو كل الراوتينج كل الباث كل شلون أقولها، عفوا، كل الطرق الموجودة المسارات الموجودة اللي دا تسير بيها البيانات مالتنا لهذا اليوزر أو هذا المكان اللي أنا دا أرسل له، كلها إذا كان مكشوفة وغير آمنة راح تتعرض البيانات مالتنا إلى فد أشخاص غير مخولين وإلى سرقة ومكشوفة راح تكون، تمام؟ هنا راح يكون حركة مرور البيانات كلش كبيرة، تمام؟ وشبكات هواي معقدة وإلى آخره، فإحنا إذا صعب نتعامل شيء هنا راح تكون البيانات معرضة للتهديد ومفتوحة، بينما الـ IPsec هنا هذا البروتوكول هنا راح يجي يوفر حماية للبيانات أثناء انتقالها، وبعد ما يقدر أي حتى لو جتي فد يعني دخلوا دول الهاكرز ما يقدر بعد انه يسرق البيانات، لان هي راح تكون محمية. طبعا هو محمية بطرق تشفير، اني اعيدها واكررها دائما حتى لا تغلطون، اني طرق التشفير دا استخدمها عن طريق البروتوكولات، كل البروتوكولات هسه الحديثة دا تستخدم طرق تشفير لحماية البيانات. زين، هنا شو راح يحمي البيانات هذا البروتوكول؟ عن طريق الانكربشن والديكربشن والداتا ساينينج، احنا نعرفها وماخذيها انتو سابقا، اللي هو تشفير وفك التشفير والداتا ساينينج. اذا هنا التشفير هو معناها اني دا ارسل البيانات بصورة آمنة قبل ارسالها الى الجهاز او المكان العادي. هناي انه البيانات راح تكون فقط توصل الى الكمبيوتر اللي اني فقط اللي اريد اني ارسله، طبعا هو راح يكون عنده يعرف الطريقة مال التشفير وعنده المفتاح اكيد، يعني تمام يعرف الطريقة ويعرف المفتاح. داتا ساينينج معناها انه الداتا راح ترسل من مكان موثوق، زين؟ هنا شو راح يشتغل هذا البروتوكول؟
طبعا هاي الطريقة مبسطة، يعني هو احنا مذكور بالمحاضرة بس على الفيديو يكون أبسط. ناين اي بي سيك راح يستخدم للارسال واستلام البيانات. طبعا هنا لازم يتحدد انه شلون البيانات راح تشفر وراح يعني ينفتح تشفيرها، يعني الانكربشن والديكربشن بين المرسل والمستلم. لازم بالبداية طبعا نفس الشيء، لازم تتحدد المفاتيح بالأول واتفاقية تكون بين المرسل والمستلم. تمام، إذن هنا هو مثل الطرق السابقة أنه بالاتفاق مع السيندر والرسيفر لازم تتولد المفاتيح، وبعدين تتحدد طريقة التشفير، ومن ثم ترسل البيانات مشفرة، وبعدين أنه هذا أيضا راح يستخدم الكي. إحنا قلنا هو ده يستخدم السيمتر كي، العفو، لا هاي الطريقة الأولى، أعتذر، هنا راح يستخدم الكي وبعدين يفتح الشف تشفير بالديكريبشن. لحد هنا كافي، احنا مجرد نعرف الفكرة مالته مال هذا البروتوكول. هسه راح نبدي بالمحاضرة. تمام، احنا هنا عندنا المحاضرة هي شلون الحفاظ على أمنية البيانات الوايرلس، بما انه احنا وايرلس اذا احنا هسه بالشبكة، دخلنا وين؟ بالنيتورك لاير. اذا عندنا هنا بروتوكول أنا ذاكرته سابقا، يا بروتوكول هنا مستخدم. بس راح نبدي نشرح البروتوكولات المستخدمة وين؟ بشبكات اللاسلكية. تمام، على اعتبار انه الشبكات السلكية هي دا تمر، هي جايدد، يعني هي موجهة دا تمر بالأسلاك، فاللي دا تخوف أكثر نتخوف من عندها اللي هي الوايرلس اللي هي اللاسلكية. ليش؟ لأن هي بالهواء، إذا تنتقل عبارة عن موجات بالهواء، فهذه مكشوفة، أي واحد يجي ممكن أنه يعني يكشفها، ممكن أنه يسرقها، يعني تتعرض للهجوم. بس الواير لا، هي محصورة بالأسلاك، ف يعني شلون الهجمة تصير عليها؟ بس شنو هي الأخطار اللي ممكن أنه تهدد الواير؟ هاي تهددها أنه هاي من يصير انه مسافة بعيدة لازم انه نستخدم مكبرات او مقويات للاشارة، الواير عنده ممكن ما يتحمل مسافة، ممكن انه يتعرض للقطع، ممكن يتعرض للتلف، يعني من هاي الشغلات. بس الوايرلس هي الاخطر، لذلك احنا من نحكي على الوايرلس ركز عليها اللاسلكية، وكنا نستخدمها حاليا. هنا طبعا هي المستخدمة وتقليدية للوايرلس كونكشن، الاتصال اللاسلكي. تمام، زين، هنا عندهم مشكلة الأمنية. ليش احنا عندنا هذا الواي فاي؟ طبعا 802.11 هو دائما يكون أمتار قليلة، يعني حتى لو وصلت إلى مئات الأمتار بس قليلة، لذلك ممكن أنه أي شركة أو أي واحد إذا عاف اللابتوب أو الجهاز مالته ممكن أنه يتجسس على الجهاز. تمام، هنا أكو عدة مشاكل للبائعين حتى يحاول أنه يحمي أو يجعل المنتج مالته فريندلي، يعني خلينا نقول مرغوب، ممكن أنه من يقفل الديفايس مالته. تمام، طريقة آمنة ومحمية، زين، يعني هو بده يفتح الجهاز مالته بس انه هل هو آمن؟ انه انا فتحته
عن طريق الوايرلس، يعني عن طريق الشبكات اللاسلكية كالنكت. فأني هسه أحاول أنه هذا محمي، هو يعني هذا أمين أنا عرفته، وهذا خاصة أني ذكرناها سابقا أنه أكو هواية أشخاص ما يعرفوا طريقة، أشخاص بسطاء مجرد أنه هو مستخدم ما عنده أي خبرة، فهو مدى يعرف أنه بهاي الشبكات دا يعرض أنه جهازه للخطر. زين، إذا هنا عدة طرق بالوايرلس بشبكات اللاسلكية اللي هي تعالج مشكلة الأمنية. هنا ذاكرين وحدة من عندها هي أهم تسمى بالأرقام 802.11 اي، البلوتوث طبعا، والواب. تمام، هسه احنا قسم من عندها صارت عندنا فكرة عليها. نجي على ال 802.11. زين، هنا طبعا هذه هي قياسية للوايرلس لان، الشبكات المحلية البسيطة هنا تكون ملائمة للشبكات اللي هي تسمى واي فاي طبعا. أما ال 800 طبعا هذا نحكي على 802.11، أما ال 802.11i هذا مخصص للسكيورتي ستاندردز اوف نفس هذا ايضا لللانز. تمام، ممكن يكون ملائم للواي فاي. اذا هذا 0.11 فقط هو الواي فاي، او هذا هو العفو، اما الثانيه هي 811 اي، هي يسموها دبليو بي اي. زين، واحنا الدبليو بي اي هسه قبل شويه شفناها اللي هي تستخدم علما للواي فاي لحماية الشبكات اللي هي المحلية البسيطة. زين، ال WAP، زين، اللي هي Wireless Application Protocol، هذا لحماية التطبيقات. زين، هذا هو قياسي، يستخدم طريقة قياسية لحماية الاستخدامات الموبايل يوز اللي هي وايرلس فون واذر وايرلس، كل الاجهزه اللي هي شبكاتنا، اجهزتنا اللاسلكيه المحموله، والاجهزه اللي ممكن انه توصل تتصل بالتليفون ان انفورميشن سيرفيس، ومن ضمنها الانترنت، يعني اي جهاز ممكن انه يكنك او يتصل بالانترنت. ال WAP، زين، هو سكيورتي برايمري، يعني هو الأمنية مالته مقدمة من الوايرلس ترانسبورت لاير سكيورتي اللي هو المختصر مالتها WTLS. هذا يوفر حماية بين الموبايل ديفايس وبين الـ WAP، زين، gateway to the internet اللي هي بوابة الدخول إلى الإنترنت. إذا هنا عندنا النقاط الرئيسية، طبعا هاي راح تشرح. زين، هنا عندنا اذا دبليو بي اي هي توفر الحمايه بين الموبايل يوز الوايرلس فون، وهنا الدبليو اي بي نفسها ايضا توفر الوايرلس ترانسبورت لاير سكيورتي اللي هو طبقه النقل، زين، اللاسلكيه. هنا احنا طبعا ماخذيها سابقا مادة الشبكات، المكونات للاركتكتشر مود الهيكلية مال من مال الشبكات الوايرلس. عندنا نوعين، عندنا اللي بيها بيس ستيشن واللي ما بيها بيس ستيشن. يعني اللي شبكاتنا العادية هسه احنا عندنا جهاز رئيسي يسموه بيس ستيشن، اللي هو الراوتر او الاكسس بوينت موجود، واحنا كل اجهزتنا عن طريقه هو احنا بدنا نستلم من عنده. زين، فاي خلل يصير بيه مو يمنا، احنا مجرد مستخدمين. هذا انه اجهزتنا هي عباره عن شلون الكلاينت عملاء، وذاك هو السيرفر. زين، فاذا هنا البي بي بي اس اس بيسك سيرفيس سيت، شلون هياته هذا باعه. كل شبكة من الشبكات هي كأنما هي شيء، اكو جهاز وهو اللي دا يوفر الشبكة الاتصال اللاسلكي، طبعا الشبكة اللاسلكية لأجهزتنا. اذا هنا الكلاينت ستيشن اللي هو احنا العملاء،
ما تقدر تتواصل بيناتها مباشرة، إنما عن طريق، كله يصير عن طريق الأكسس بوينت. ترى احنا يعني هسه أنا ترى من دا أرسل ماكو إرسال مباشر بيني وبين حاسبتي أو حاسبة ثانية أو جهاز موبايلي وموبايل ثاني بالبيت، وإنما كله عن طريق هذا دا يتحكم، هو الأكسس بوينت عن طريق هذا الجهاز، وهو دا يوزع. أما طبعا هنا الاتصال بين بين الستيشن يكون متغير، يعني دايناميك يسمى. أما الاندبندنت بيس ستيشن اللي هي مستقلة، هذا طبعا من هو هذا؟ كأنما الشبكة اللي هي الواي فاي البلوتوث، هذا أجهزة بيناتها تتصل بدون، ماكو جهاز مركزي، ماكو محطة رئيسية بيناتهم، جهاز واحد هو مسؤول. لا، لأن بيناتهم إن شاء الله إحنا مرات من ندز بين جهاز وجهاز، ماكو هذه، لا هذا مباشر الاتصال بيناتهم. وثانيا يسموه الاد هوك نتورك، اذا تتذكرون الاد هوك هو ما بي بيس ستيشن. انتبهوا على هاي الملاحظات، لان هاي كلها بالامتحان يجي من عندهم. زين، هنا راح نحكي على 802.11 اللي هي الواي فاي. زين، طبعا هذا يحكي على الطريقه القديمه اللي هسه ذكرناها بالفيديو، اللي هو هذه طريقة قياسية بالداتا لينك ليفل سكيورتي، موجودة يسموها WEP، هسه ذكرناها وايرد ايكوفالنت برايفسي. زين، هذه مصممة حتى توفر حماية للوايرلس لان، وايضا بنفس الوقت شلون توفرها للوايرد لان. زين، يعني قصدي للشبكات اللاسلكية واللاسلكية. هنا ها هي تكون قادرة على انه تكون كل ستيشن لها سكرت كي، مفتاح خاص ممكن تشاركه ويا الاكسس بوينت. بس هو هنا طبعا ما محدد انه شلون هذا راح يتوزع. احنا هسه مجرد انه نقول كل ستيشن عنده سكرت كي، يعني ممكن يتشارك ويا الاكسس بوينت، وما محدد شلون الكي يتوزع. زين، الدبليو اي بي طبعا هاي كلها الطريقه القديمه تستخدم ستريم سايبر، ماخذي كله انتو سابقا. زين، يعتمد على طريقة RC4 اللي هو يولد generated key stream that XORed with data. طبعا هاي انتو اني من سألت عرفت انه انتو ماخذيها، انه تعتمد على توليد المفاتيح على اساس يسوي عملية XOR ويا البيانات. زين، وايضا هنا طبعا الكي راح اكيد راح يرسل عن طريق كنصوص. يعني زين، المشكله انه هاي الطريقه انكسرت من وقت، يعني بوقت سابق، لذلك الحل مالتها شنو الحلول؟ انتبهوا لي، من هاي انكسرت او تهكرت، يعني هي ضعيفه. وطبعا ذكرنا بالفيديو انه هي دا تستخدم طريقه تي، ما موجوده هنا عندكم، ما مطلوبه، بس هي بالفيديو موجوده، والفيديو لازم تشوفوهن بين الاضافيات. التي كي اي بي اللي هي طريقه قديمه لتوريد المفاتيح، بما انه هي ضعيفه انكسرت، الحلول مالتها انتبهوا لي كلش مهمه. شنو هي الحل؟ اكو حلين، اما يبدلون هاي الطريقه القديمه وهي هسه قلناها، انه بدلوها بال WPA اللي هي واي فاي بروتكتد اكسس، او ال WPA 2 اللي هي النسخه الاحدث. زين، احنا قلنا طبعا هذه تستخدم، اني ما ادري مذكره ولا لا، بس بعد بدي اسبق الاحداث، انه هذه استخدمت الطريقه القديمه الفكره، هاي استخدمت ال AAS. زين، وحتى هذه نفسها هم اعتبروا انه يعني قووها، خلينا نقول طوروها، وطوروها الى WPA2 اللي هي تستخدم طرق تحديث، العفو، طرق تشفير احدث. ايضا الطريق الحل الثاني انه هذا اللي هسه ذكرناه بالستايد، الستايدات الاولى اللي هو هذا. زين، اكو في الطريقه يسموها روبست سكيورتي نتورك، ايضا حل. طبعا هنا الواي فاي راح تخلي انه اللي يبيع راح يكون محدد بال WPA بروجرام، النسخه الثانيه العفو. اذا هو ده يستخدم طريقه سكيورتي لل امي اقوى. زين، ويستخدم ال WPA بروجرام. طبعا احنا مثل ما عرفتوا بالعمل، الاغلبيه اللي اشتغلوا واللي اشتغلوا بهذا
أنه أغلب هذه البروتوكولات وأغلب هذه عندها تولز أو برامج، وقسم من عندكم جربها، وحتى هذا ترى شائع، يعني هسه اللي يدخل على الإعدادات مرة وتالي يلقيهن هذا. تمام، زين، نجي على البلوتوث سكيورتي. طبعا البلوتوث كنا نعرفه، هي اتصال شبكة صغيرة بين اللي يسموها اد هوك، هاي بدون اكسس بوينت، ماكو فد جهاز مركزي هو ده يتحكم بيهن. هنا طبعا نعرف انه المسافة مالتها كلش صغيرة، اصغر من الواي فاي، ماكو هجماتها شوية تكون اقل، لان هي اصلا هي محدودة. فيعني من هو اللي يهاجم جهاز، انا دي انقل من جهاز لجهاز واي فاي، قليلة بصراحة، يعني هي تكون اقل، زين، الا اذا تهاجمت من نيكست اوفيس، يعني خلينا نقول مثلا هذه بلوتوث، اجهزة مسوية بلوتوث، ودي مسوية بلوتوث، ممكن تتهاجم من غير وحدة اذا طبعا هي عندها علم بيها. زين، هنايا الا هذا انه يقول الاتاكر المهاجمين اللي ممكن بغير شلون يكون المجاورة، يعني شبكة مجاورة، ممكن انه تقرأ الاشارات عن طريق الكيبورد اللي هو ده يرسل البيانات عن طريق او البرنتر مثلا. تمام، هنا طبعا عنده 3 مودز، يعني سكيورتي مود، اما انه تبدي من النوثينج تو فول داتا انكربشن، يعني ماكو شيء، الى الانتجريتي كنترول يسموها، الى الماني يوزر هاف سكيورتي تيرن اوف، انه هو ما عنده اصلا امان، يعني هو اما تكون البيانات مشفرة او اكو في الطريقة لكنترول يسموه انتجريتي كنترول، او الماني يوزر اغلب اليوزر ما عندهم مع الاسف طريقة حماية. هنا طبعا ده يقول اكو هجمات على اكو العفو، يعني عدة تقارير ذكرت انه اكو هجمات على البلوتوث، بس طبعا اقل من الواي فاي، وايضا انه اغلب الاجهزة هنا راح تكون مع الاسف تترك انه فيزيبل. احنا مرات بالبلوتوث من نشتغل مرات الاغلبية ينسوه، فهو جهازك صار مرئي بالنسبة للبقية، فالمفروض لما تكمل تلغي هاي الشغلة حتى لا يكون مرئي ويلقوا في الجهاز. زين، فهاي مشكلة خاصة للأشخاص اللي ما عندهم خبرة، فهي هاي شغلات الأمنية اللي ممكن إنه تهدد البلوتوث، لأن هي أصلا هي شبكة صغيرة، ويعني مو قليلة، يعني مو معناها ماكو، لا أكو هجمات بس مو مثل الواي فاي. تمام، ال WPA اللي هسه حكينا عليها، هي طبعا هاي قدمت للأجهزة المحمولة مثل الموبايل فون، أيضا تستخدم ستاندرد بروتوكول اللي هي بروتوكولات العامة أو المعروفة القياسية لكل الليارات. هنا تستخدم الـ IP بيس، يعتمد على يدعم هذا البروتوكول هسه اللي راح نشرحه، اللي هو بروتوكول الحماية بالنتورك لاير. الـ TCP connection هنا محمي بالـ TLS، إذا تذكرون طبعا احنا شرحناها بالمحاضرة الأولى، اللي هو هذا نسخة أحدث نسخة من الـ SSL، وطبعا موجود بالترانسبورت لاير، ايضا تحمي البيانات. يستخدم ال HTTP كلاينت اوثنتيكيشن للتحويل، وممكن انه هاي تكون احسن من بلوتوث. ليش؟ لان هو هذا معروف افضل اكثر. انا قلت لكم يعني انه هاي الطريقه اللي هي WAP فيرجن 2 هي طريقة معروفة وأحدث من ذيشة. الهيكلية مالتها تعتمد إنه تتوفر أكو فد محددات بالشبكات اللاسلكية، فد محددات هنا هي الهيكل مالتها من جو يصمموها، الهيكلية مالتها خلت إنه هذه الشغلات المحددات العوائق الموجودة بالوايرلس نتورك انه يعني تتغلب عليها، مش هي ذا الليميتيشن يسموها المحددات، انه الموبايل نود، يعني خلينا نقول الموبايل نود يعني الاجهزه، زين، مثلا عده انه السكرين سايز صغيره،
يعني الشاشة صغيرة، وثانيا أيضا المحددات مال الإدخال، قابليات الإدخال، لأنه هو على افتراض أنه هذا الجهاز صغير. زين، أيضا أنه اللو داتا ريت اللي هي كمية البيانات المنقولة بالواير ديجيتال نتورك، إذا ذني المحددات هاي البروتوكول الهيكلية مالتها صممت أنه لا هي يعني عبرت هاي المحددات، أو هي خلينا نقول تفادتها أو حلت هاي المشكلة. تمام، يعني هاي معاقتها لأن المحددات الموجودة بهاي بالوايرلس. تمام، نجي هسه على أمنية التطبيقات المهملة. يعني مثلا هنا من البرمجيات الابليكيشن that to offer provide security have been developed، بدأت حماية الابليكيشن التطبيقات عن طريق، تذكرونها طبعا المحاضرة الثانية اللي هي حماية البريد الإلكتروني بالبي جي بي والاس ام اي ام اي، وأيضا حماية الكلاينت سيرفر بهذا، طبعا احنا هذا ما أخذناه، وأيضا حماية الويب اكسس اللي هي الوصول للصفحات عن طريق الاس اس ال او تي ال اس. زين، السؤال انه هذه الأمنية او الحماية تعطينا ممكن انه نحصلها الابلكيشن التطبيقات المهملة. زين، ايضا انه راح نحكي انه اليوزر، هل انه اليوزر يقدر لازم يحصل تدريب خاص على هذه التطبيقات، او انه لازم انه يتطلب هذا، يتطلب استخدامها، هل انه يتطلب استخدامها تدريب، او يتطلب استخدامها في تاسك معينة كل يومية لازم أسويها. زين، الحل مال هاي المشاكل، زين، إنه يطبق السكيورتي للآي بي ليفل بهاي الطريقة، إنه كل الاتصالات تكون محمية، آر سكيورد محمية، أو إنه أوثنتيكيت مخولة، بدون إنه أما يغير التطبيقات الموجودة او يحميها من اليوزر اللي هم غير مرغوبين، او اليوزر اللي هم ما عندهم، يعني خلينا نقول اليوزر اكو قسم ما يعرفون، ما عندهم، ما يعرفون طريقة يوفرون امنية للاجهزة مالتهم. اذا الاي بي ليفل من البداية، اني مثلا شنو قصده، شنو القصد من عندها هذا الاي بي سيكيورتي، احنا هسه نشرح بالفيديو. اني هسه مو دا ارسل بين الاجهزة بالشبكة الوحدة. زين، كل جهاز بيه تطبيقات. زين، اني اجي احمي جهازي وتطبيقاتي بهاي البروتوكولات، يعني هسه انا بدي احمي جهازي. زين، بدل ما هذه كلها انه اني اجي اتدرب على هذه ما اعرفها، او اجي انه اسوي تاسك مهام معينه لازم اسويها يوميا، لا، الاي بي ليفل اللي هسه راح نشرحها اللي هو الاي بي سيك، هذا الطريقه معينه راح يوفر لنا من البدايه، راح يحمي انه من البداية اني هذا الكونكشن الكوميونيكيشن من اجي ارسل بياناتهم، هو من البداية اصلا امن، فبعد اني ما اخاف على الجهاز مالتي، لان اصلا البيانات من جتني محمية عن طريق هذا الاي بي سكيورتي، اذا اني بعد ما اخاف. الاي بي سكيورتي وفر لي حماية وتخويل بدون ما اجي اغير التطبيقات مالتي، وبدون انه ما اجي اوفر لها في الطريقة حماية، طريقة حماية من اليوزر، انه اليوزر اذا هو هذا هسه المقصود بي. طبعا هسه شرحناه بالفيديو كان شوية ابسط. زين، الاي بي سكيورتي طبعا هو بدا يعني انعرض بال 1998، وصمم للنتورك لاير طبعا، ويسموه اي بي سيك، مختصر مال اي بي سكيورتي. طبعا هذا اللي قلت لكم الستاندرد بلش اسمه لازم تسمى هيجي، هاي ستاندرد كل البروتوكول عنده فد ارقام انا قلت لكم اياها سابقا، طبعا هاي المنظمات هي وضعتها وما اريد ادخلكم بهالهوسه. النقاط الرئيسيه انه الاي بي سكيورتي انه يقدر يشفر او بنفس الوقت يخول او اثنين هالسوا لكل البيانات
اللي دت حركة مرور البيانات بالاي بي ليفل، زين، اللي هي يعني قصدي من نقول اي بي ليفل قصدنا بين الشبكات، زين، او بين الاجهزة. من البداية هو دا يحمي البيانات، دا توصل لي محمية، يعني الطريقة محمية، هو دا يحميها. فبعد اني ماكو داعي اخاف انه التطبيق ما يحمي هذا التطبيق، انزل هذا التطبيق، لا، اني انجل اصلا هي جتني محمية. مثلا الريموت لوجن اللي هو الوصول الى الاماكن البعيده، الكلاينت سيرفر، الايميل، الفايل ترانسفير، هياتها هي هذه، انه كلها راح تجي مشفره وموثوقه. زين، السيرفيس الرئيسيه، الخدمات الرئيسيه بهذا البروتوكول هي الامنيه، الداتا انتجريتي، الحفاظ على سلامه البيانات، أمنيتها، وأيضا الحماية مالتها من الهجمات المتكررة. كل هذه راح يعتمد على أيضا طريقة السيمتريك كي، تمام، اللي هي يستخدم المفاتيح، الطريقة التشفير، تستخدم المفاتيح المتناظرة، اللي هو شو يكون؟ يكون المفتاح نفسه اللي يستخدم التشفير، فك التشفير. التصميم مالتها مرن بحيث أنها ممكن نبدل طريقة تشفير أو بروتوكول بالآخر، زين، وايضا ممكن ينطي فد خوارزميه فارغه لليوزر اللي هم ما يريدون، يعني ما يعرضون طريقه حمايه معينه، تمام. زين، شنو هي التطبيقات مال اي بي سكيورتي؟ طبعا هاي بس اني ذاكره ثلاثه، هي بعد اكثر، انه يامن فد اتصال فد مكتب فرعي او شبكه فرعيه عن طريق الانترنت. هنا الشركه او الشبكه ممكن انه تبني فد سكيور فيرتشوال برايفت نتورك، زين، امنه، هاي البي بي ان اللي هي عن طريق الانترنت، او عن طريق الببليك لاوان، زين، انه الشركه نفسها ممكن تبني فشبكة في بي ان محمية آمنة، أو عن طريق الإنترنت، أو عن طريق الببليك لان اللي هي الشبكات الواسعة العامة. هذا يمكن الأعمال أنه تكون عن طريق، ممكن أنها تكون عن طريق الإنترنت أكثر من أنه تكون عن طريق شبكة مخصصة. يعني أنا هسه عندي هذا يوفر لي حماية مو فقط للشبكات الفرعية الصغيرة، لا، ممكن انه عن طريق الانترنت كله، مو فقط انه لا شبكه صغيره خاصه، زين. ايضا هو يوفر لي حمايه الريموت اكسس الانترنت اللي هو للوصول البعيد، ممكن انه تستخدم بروتوكولات اللي تتصل مع السيرفرات، وايضا الشبكات تستخدم لوكال انترنت سيرفيس بروفايدر، وتقلل، طبعا هنا راح تقلل اكيد الكوست، بدل انه يسافر الموظفين يسافرون، هو اصلا من البداية راح يوفر لي بروتوكول يقدر يحمي السيرفر مال هاي الشركة باستخدام الانترنت سيرفر سيرفيس بروفايدر. يعني هو اصلا بما انه دا استخدم هذا البروتوكول، هسه بالفيديو شفتوه واضح انه هو اذا عنده اتصال ويا مكان بعيد او شبكة بعيدة، هو من استخدمه فهو دا يوفر اتصال امن بدل ما انه العملاء يسافرون وتكاليف وغيرها. زين، ايضا يحسن من ال عفوا التسوق الالكتروني. هذا ممكن انه يحسن من راح يسوي امنيه وايضا ثقه عامه للصناعات، لان هو ايضا من قلنا هو تنقل التبادل بين الشبكات، فايضا هذا التسوق اني من ادا اجي تبادل بين الشبكه الى شبكه راح ينتقل، فاكيد هنا راح يكون انه محمي وامن، فممكن انه يتم ويستخدموه عادي. زين، هنا السيناريو طريقه العمل مالتها، انه الشبكات ممكن انه تستخدم لانات شبكات محلية، والشركات ممكن تستخدم شبكات محلية مختلفة، ممكن انه تكون
غير آمنة، وحركة المرور بياناتها داخل هاي كل وحدة محلية بيناتهم، شوفوا هاي لانات مختلفة بس ممكن تكون غير محمية. لذلك إذا استخدمنا الـ IP security فهو راح يحميهن ذني كلهن، تمام؟ هسه هنا مثلا هذا اليوزر عنده IP security، زين، هو بهاي الشبكة، وهنا الديفايس إذا استخدموا الـ IP security فراح تكون حماية لبياناتهم، طبعا كل واحد بلان. الترافيك هنا في حالة أنه حركة مرور البيانات ممكن أنه يستخدمون الـ IP لأن حتى يكون حركة مرور البيانات آمنة بيناتهم. أيضا البروتوكولات المستخدمة بالنتورك ديفايس بالأجهزة مثل الفاير وول اللي هي جدران الحماية، هاي أيضا تكون ممكن أنه تستخدم تشفير فك التشفير لكل البيانات المرة. هاي العملية راح تكون شفافة ولكل التطبيقات يعني آمنة وواضحة وبسيطة تستخدم لكل التطبيقات. زين، احنا ذكرنا سابقا نعرف طبعا انه الادريسنج اللي هي العنوان، العنوانة هي بالنتورك لاير، تمام، وعدنا العنوانة بها نوعين اللي هو IPv4 IPv6 واخذتوها مادة الشبكات اللي هو هاي طبعا النسخة الرابعة وهاي النسخة الاحدث. زين، واخذنا محاضرات هواي عليها افتهمناها فما راح ادخل بتفاصيلها. وهاي طبعا كل واحد الهيكلية مالته، بس انا ترى ما دخلت بيها على مود التبسيط مالتكم. هنا طوله دا يحشي على الهيدر احنا ما باخذه، بس احنا نعرف الاي بي 4 هو 32 بت، وهو طبعا المستخدم حاليا احنا ببيوتنا. اما الاي بي 6 هو الجيل الحديث الاحدث، طوله 128 ويكون اطول، واصبح ايضا حاليا مراتي يعني ايضا اكو ميجريشن، اكو تحويل ودمج بيناتهم. على العموم هنا دا نقول على انه الاي بي هذا البروتوكول، انا القصد من عنده انه هذا البروتوكول هو طبعا مدى يأشر الاي بي بروتوكول السكيورتي هو اختياري بهاي العنوانة اللي هي IPv4، بينما بالاي بي 6 اللي هو الاجدد الاحدث يكون اجباري او الزامي. لذلك طبعا هذا امن من الواحد الاول، العفو. شنو هي الفوائد مال الاي بي سكيورتي؟ طبعا هو يكون يعني موثوق لكل التطبيقات اللي موجوده اسفل للترانسبورت لاير تي سي بي والدي بي يو دي بي عفوا، وايضا يوفر حمايه لكل اليوزر اللي individual يعني كل الأشخاص، كل شخص، زين، مو فقط للشركات، يعني هو موثوق واضح يعني متاح لكل التطبيقات، وأيضا يوفر حماية لكل يوزر. زين، أيضا هنا ايش راح يوفر لنا؟ زين، الراوتر أو المجاور، الجهاز المجاور اللي راح يجي من الراوتر راح يكون مقول يعني موثوق. الدايركت ريدايركت مسج، المسجات الغير مباشرة راح تيجي من الراوتر اللي هو which the initial packet was، من الراوتر اللي هو من البداية البيانات أرسلت من عنده، تمام. وايضا الراوتينج او ابديت هي تكون غير مو مزور، يعني الراوتينج ابديت شنو يعني؟ شوف احنا عندنا مسارات، هسه احنا عندنا طبعا يعني ذاكرتها بالشبكات، هاي احنا عندنا شبكه اجهزتنا، وعندنا طبعا هاي الراوترات اللي اجهزه الوسطيه اللي هذه تنتقل بياناتها. هنا طبعا يكون انه الاعلانات اللي دا تجينا من الراوترات راح تجينا هنا اذا باستخدام الاي بي سكيورتي راح يكون براوتر مخول او معروف. زين، ثانيا المسجات الغير مباشره من دا تجينا من الراوترات الى الراوتر اللي هو جتنا من
أول باكيت جتنا، فكل المسجات اللي راح تجي هي موثوقة باستخدام هذا السكيورتي. وأيضا الأبديت مع راوتنج، شنو أبديت مع راوتنج؟ كل راوتر، كل من دا تجي إحنا دا يصير إرسال بين راوتر وراوتر، راح يصير الجدول، الجدول هذا بالعنوان وبالشبكة. زين، فلازم يصير دائما تحديث تحديث، لأن إحنا دا يصير إرسال وتغيير من شبكة شبكة، من جهاز لجهاز. إذا التحديثات مال هذه المسارات، هذا المسار اللي دا يسلكها تسلكها الباكتس البيانات لحد ما توصل إلى آخر شيء، تكون غير مزورة، لأن أنا هنا من البداية مستخدم هذا البروتوكول. والبروتوكول طبعا هذا إحنا ذكرنا هسه بالفيديو أنه دا يستخدم encryption وديكريبشن assigning data. هو دا يستخدم تشفير فك تشفير، انه البيانات دي تجي اصلا هي مشفرة، يعني حتى اذا جاء واحد من بعيد غير مخول واخترقها، هو اصلا ما يفتهمها لان هي مشفرة. ثانيا دا يستخدم assigning data، لان هاي ما موجودة هنا. assigning data هو انه البيانات اصلا من البداية دا يجيني من مكان موثوق. زين، شنو البروتوكولات المستخدمة بالاي بي سكيورتي؟ زين، هواية بروتوكولات. المهمة طبعا هذا authentication header و encapsulation security protocol و security association. طبعا ما راح ادخل بتفاصيلها، بس انا اريدكم تعرفون ذني المهمات المعروفة ثلاثة، ذني البروتوكولات يستخدمن، يعني ما راح اشرح ذني حتى ندخل هواية بالتفاصيل. زين، استخدامات الاي بي سكيورتي شنية؟ اولا هو يساعد على تشفير للابلكيشن لاير داتا، تشفير البيانات الموجودة بالابلكيشن لاير بالطبقات التطبيقات. زين، ايضا يوفر حماية للراوترات، لذلك انه الراوترات اللي هي ما دام هي محمية، زين، اذا انه نقدر عادي انه ننقل البيانات خلال الببليك انترنت، خلال شبكة الانترنت. انا بعد ما اخاف، انا من البداية الراوترات مالتي اللي هي الجوهر مال شبكة الانترنت، احنا مجرد مستخدمين، احنا اجهزتنا تتوقف على منو؟ على هذه الراوترات. اذا هذا الراوتر بي مشكلة بالسكيورتي، مشكلة بالاعدادات، مشكلة بالفيزيكال سكيورتي، جهاز نفسه بمشكلة يعني، فبعد اكيد احنا بعد الشبكة مالتنا، واحنا راح تتوقف انه ما يصير عندنا مشكلة بالشبكة، يعني راح ننفصل عن الشبكة، تنفصل عن الشبكة. بينما اني اذا من البداية وفرت حماية للراوترات، اذا اني اقدر عادي حتى عن طريق شبكة الانترنت انقل بياناتي. زين، ايضا ينطي authentication تخويل بدون مصداقية، العفو، انه اني هاي البيانات مالتي جتني من سيندر معروف. من اقول authentication يعني اني هاي بدون، حتى بدون encryption، مو الا encryption. ليش؟ لان اني بياناتي اصلا جاية من الاورجينيت، يعني هي جاية الاصل مالتها من سيندر معروف. زين، ايضا هي تحمي البيانات الموجودة بالنتورك. وايضا طبعا اكو هنا طريقتين، انا ما راح ادخل بتفاصيلها، اكو طريقتين بالعمل مالته، بس هو ده تحميلي البيانات الموجودة بالنتورك عن طريق هذا ارسال البيانات بين الاند بوينت، الاند بوينت اللي هو احنا، يعني هاي الاند بوينت، يعني من الاول الى النهائيه، النقطه النهائيه اللي اريد اوصلها. وطبعا هذا راح يوفر لي انه حمايه عن طريق، ممكن انه عن طريق الفي بي ان اللي احنا ماخذيها سابقا، هي اذا تستخدم طرق حمايه او طرق تشفير خاصه. تمام، لحد هنا طبعا هذه النص الاول من المحاضره، وان شاء الله نكمل الباقي بالنصف الثاني.